تسجيل 44 حالة إصابة بالحصبة في السلطنة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أبريل الفائت، فيما ستنفذ وزارة الصحة حملة تطعيم ضد المرض للمواطنين والمقيمين من الفئة العمرية من 20 وحتى 35 سنة مجانا. حصل الطالب العماني عبدالله المزيني على أعلى معدل في تاريخ كلية إدارة الأعمال قسم الماجستير من جامعة كوانسي جاكوين في اليابان. قالت وزارة التجارة والصناعة بأنها كشفت تجاوزات عبر بوابة استثمر بسهولة من خلال قيام مستثمرين محليين وأجانب بإرفاق كشوفات بنكية مزورة في طلباتهم. تفتتح غدا الدورة الثانية للمعرض التايلندي بمركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر 5 أيام. القبض على مواطن متهم بسرقة مبالغ مالية ومجوهرات تجاوزت قيمتها 20,000 ريال عماني من 5 منازل بولاية صحم.